ليش وقفتي؟ فوتي. لأنه أنا بدي أروح على ضيعتي. طيب فوتي اعدي شوي وبعدين بتروحي، فنيتي مشان حسان. ولي لك أنت عارفانة شو عم تحكي؟ ما حدا لازم يعرف أنه حسان هو نفسه طارق. خلص لا تاكلي هم، سكرت تمي. يا حبيبتي. شو وينك لهلأ؟ وين صايعة؟ مثل مو شايف، كنت مع أمي. وإذا مع أمك وين كنتي؟ كنا عم نفتل بالضيعة. شو ما في كلمة مرحبا؟ إيه مرحبا، شو سبب هالزيارة تبعك؟ إجيت لأطمن على بنتي. شو يعني، عيب ولا حرام؟ بالله شو؟ كل ما بدك تشتاقي لبنتك بدك تجي وتدقي على بابنا؟ أنا ما بحب هالقصص. ديري بالك على حالك. يلا بدك شي؟ لا تنسي شو حكينا. ليش هيك عم تتعامل مع أمي؟ شو ساوت لك؟ لا تخليني أعصبها. ما بتعرفي ليش؟ لأنه أمك تكره التنظيم. هاي وحدة خاينة وما لفوتي على بيتي. شو بدك يعني ساوي يعني؟ قلعها. أمي ما بتعرف بكل هالشغلات وما لها بكل هالقصص. لك اسكتي وسدي حلقك. وليه؟ لا تفتحي هالموضوع أبدا. نقلعي. يلا يلا. عمو رمزي. شوفي ولا شو بدك؟ قتلوا لمجد. شو هاد؟ والتنظيم يا خالي هلأ عم يسلموا لأمه. طيب مين اللي قتله؟ هن بيعرفوا. شبكي ليش هيك قاعدة؟ قومي حطينا غدا. ولك يا بنت مالك سمعانة؟ قومي لشوف حطينا لقمتين. اللي وين أمي؟ لهلأ ما حكيت لي. لساك عم تفكري فيها؟ كم مرة بدي قلك ما بعرف أنا؟ كم مرة بدي قلك؟ شاطر تقول عن أمي اللي تركتنا وراحت إنه ماتت؟ مرقناها وبعدين تجوزت عليها قلنا ما بيأثر، بس إنك ما بتعرف وين أراضيها؟ أنت صاير بدك تربايها؟ خلاصي وقومي حطينا لقمتين. مالي قايمة، روح قول لمرتك الجديدة تجيب لك أكل. لو حنان، تعي لهون. لو حنان، ما عم تسمعيني؟ تعي لهون. حنان، حنان، وافي. شو بدك؟ كيفك؟ منيحة، شو بدك؟ شو أخبارك؟ ولك لعيت لي قلبي، قلي لشوف شو بدك؟ بالله كيفك؟ شوفوا لك، لا تخليني أعصب عليك. تفضلي، جبت لك هي. شو هي؟ هي رسالة أنا كاتبها. بالله شو؟ ليش بقى؟ لأنه أنا ما عم بقدر أحكي لك يلي بقلبي، مشان هيك كتبت لك ياها. يعني خديها وقريها. يلا بخاطرك. حن ان حا نم لا خا خانم. أنا يل بدي أحكي لك. إيه شو كاتب هالأجداب؟ تفضل، هاي الأدوية اللي كبون الآغا. يسلموا. طمني إن شاء الله رح يطيب ابني. بإذن الله رح يطيب، أنت لا تاكلي هم. جماعة تحت ما بدك تشوفهم؟ اي طبعا لازم شوفهم، خلي طريق. ليش مستعجل؟ ما رح يهربوا. بالاول خلينا نتغدى وبعدين مننزل. السفرة جاهزة يا آغا، تفضلوا. يلا تفضلوا خلونا نتغدى. انا رح اعطيه الدواء. اي ما اجيب مي. طيب بس لا تجيبي المي باردة لأنها بتضره. ماشي تكرم عينك. تفضلوا تفضلوا، صحة وهنا إن شاء الله. تفضلوا تفضلوا. تسلم يا أغا، تسلم. تفضل. ماشي. تفضلوا، ليش مستحيين؟ معلم جيلان بدك مساعدة؟ م?
تفضل، لازمك شي معلم؟ شو ابنه للأغا مريض؟ ايه والله، وكتير تعبان. ايه وقال الدكتور انه هذا المرض بيعدي، لا تقرب مشان ما يعديك. يلا خلصنا بقى، رح يبرد الأكل. بدي غسل إيدي بالأول. دلوا على المغسلة. تفضل، من هون يا معلم. شو؟ وين اختفيت يا دكتور؟ أنا هون، كنت عم جيب الأدوية. تفضل دكتور، عنا ضيوف ناطرينك مشان تتغدى معنا. تسلم، مالي جوعان. ما لازم ينترك هيك، يعني هون أنا ما فيني عالجه أبداً، لازم أخده عن مستوصف بأسرع وقت. ضروري؟ هلأ هون مستحيل يتحسن، ما في غير هالحل. طيب استنى ليروحوا الضيوف، خلي واحد من الشباب يروح معك. اتفقنا دكتور؟ إذا بدك باخده لحالي. ما فيك يا دكتور، لأنه أنا في عندي أعداء أكتر، ومشان هيك ما فيني خاطر بحياة ابني وبعته معك. كلها نص ساعة وبتروحوا. ليش مستعجل؟ متأكد انه ما حيصير شيء ليزن. طيب عم استنى. ايوه برافو، انتو اكتبوا كل شيء عم يكتبوا رفيقكم ايهم على اللوح من بين ما اشوف رفقاتكم الجداد، لانه اكيد هن بدهم مساعده. حاضر امسر. قلي لشوف انت وياه، ليش ما عم تكتبوا مع رفقاتكم؟ انسي، انا كتبت كل شيء على اللوح. طيب وانت ليش ما عم تكتب؟ انا ما راح تفيدني المدرسه ابدا. مين قال لك انه المدرسه ما بتفيد؟ انا ابي قال لي انه المدرسه ما بتفيد، وبعمرها ما علمت حدا. يلا نروح، يلا امشي. طيب لوين؟ سعيد وقفوا شوي، وقفوا، عم نادي لك رد علي. سعيد أنسة زينب، خير؟ شو صاير؟ في معي رسالة ما عرفت أقراها. بدك يعني اقراها؟ يا ريت. مين بعت لك هالرسالة؟ من عبده يلي بيشتغل راعي. الغالية حنان خانو، ما أود قوله: العصافير تعشق الشجر، والأسماك تعشق المياه، والخراف للأعشاب، والماعز للجبال، وأنا لك. والله مبين من هالرسالة إنه عبد الراعي طابس فيكي، يعني كاتب لك رسالة غرامية. أنا بعرف شغلي معه. عبدو، عبدو. نعم. تعال هون بسرعة، تعال. بعد هيك. تعال. قرب أكتر، قرب. أنا؟ تعال. معناتها قريت الرسالة. زكي. شو رأيك فيها؟ طاهر عقلي فيها، معقولة ما تعجبني؟ يا الله، عم تحكي عن جد؟ شوفوا لعبدو، اسمع شو بدي احكي لك. يعني انت مين مفكر حالك؟ نسيت حالك انت مين؟ دكتور عصافير وسمك وغنم. يا حنان. زكو. هون دكتور. وطي صوتك، هدول لساتهم هون؟ ايه لساتهم، عم استناك مشان ناخد يزن ونروح على المستوصف. بعرف هالشي، بس الأغا ما عطاني الأوامر.
لك شو وين رحت يا زكو؟ دقيقة وبجي. زكو شو وينهم الأسرى؟ الأغا حطتهم تحت بالمستودع. يلا خدني لعندهم. شرف. يلا بسرعة. ما أكلت شيء؟ الحمد لله شبعت. شبع شو؟ لسا ما بلشتي. قلت لك شبعت. مين هي؟ هي اسمها رويدة، بس بنت مثل الغزال. امتى بدي روح على المستوصف يا اغا؟ ليش بصلتك محروقة؟ لك صبور. هدول الأسرى يا معلم. قوم ولا قوم، يلا قوم وقف. أكيد أنت الإمام. إيه شوفوا لا، لك أنت ما بدك تبطل تدور على بيوت الضيعة بيت بيت وتحرج شباب علينا ولك. وقف ولا عم قل لك وقف. إيماني هو اللي عم يدفعني سوي هالشي. نحن ديننا واحد، ليش لحتى نقتل بعضنا؟ جاوبني. اسمعوا لا، نحن بتنظيمنا مالنا دين. لك شو هذا الدين اللي بدكم تبلونا فيه؟ اه وهلا بدكم تشغلونا انت وامثالك، ما هيك؟ شو هاد؟ قال دين قال. وقف محلك. يلي فهمته انه انت واحد مالك دين. روح شوف كل شخص بالضيعة كيف بيفتخر هو بدينه. سكوت ولا سكوت. لك انت بدك تفهمني ديني؟ لك بخلص عليك وما بروح هون ولا خليك تشتهي الموت. فضل اني موت بكرامتي ولا بتخلى عن ديني مثلك. شو لك؟ اسكتوا لك، لك بدك تخرس. يعني انتو مو شاطين غير تتقاووا علينا مو هيك؟ ورجيني شو بدك تساوي. والله لموتك انت التاني. لك انت شو عم تحكي ولا؟ يعني فكر حالك انه مو جايك الدور انت التاني؟ نحن عم نكشف حقيقتكم للعالم ونفهمهم انه هالبلد مو بس لإلكن. لك مين مفكر حالك انت وياولا؟ شبك ليش ما عم تحكي؟ لك كيف تسمحوا لحالكم تحكوا هالحكي؟ اه هاد هو الحق انك تقتل العالم؟ الحق انك تدافع عن العلم. العلم بيخلي الناس تطلع من حالة الجهل وتدافع عن حقوقها. يعني وهيك كلياتنا منصير ايد واحدة منعيش سوا. تركيا إلنا كلنا، عم تفهم علي؟ خلاص ولا خلاص. تركيا لك مو ناقص غير انك تعلمني. والله لكسرك، والله لك ما بقى غير امثالكم يعلموني شو بدي ساوي. لك يا عمري. أمي خديني لعند أمي. أنا من ضيعت بارغنيز، ودي ما تقولي لأمي شلون متت. ماشي حبيبي يا ابني.
ابني تعال هون يا شباب. ابني هلا خليني اشوف مرجلك. خلص صاحب المزح. لك وين بدك تهرب مني؟ من لك تعال هون. تعال 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 شوف لك ليش غايب. لك خلص حاجة. شو عم تساوي بهالفرد؟ عم بمزح معه. شو فيها؟ شو هالمزح؟ في حدا بالدنيا بيمزح بالفرد؟ بدكم تجننوني يعني انتوا الاثنين؟ استغفر الله العظيم. ليش اجيتوا هلا من المدرسة؟ قال مالنا محلات بالصف. صح ولا لا؟ ما تحكي الا لامك. ايه والله مزبوط يا امي. شايفة شلون اني ما عم بكذب؟ عم يكذبوا عليك يا ست امينة. انسي زينب؟ القصة الحقيقية، سعيد هرب من المدرسة وكمان أخذ أخوه بالزور. سعيد؟ بهالعمر شو رح تفيدنا المدرسة؟ المدرسة لكل الأعمار، يعني لازم تتعلموا مشان مستقبلكم. ما دخلك، روحي درسي هدينك الأولاد. أنا ما بحب المدرسة. سعيد، تأدبوا لا. شو هالحكي اللي عم يطلع من تمك؟ هالشي عيب؟ سعيد، اللي أنت ليش هيك معصب؟ على مين طالع خلقك؟ يعني هلأ أنا وأمك شو بيهمنا غير مصلحتكم؟ انت لازم تتعلم، انت واخوك لازم تدرسوا. انت المفروض تنقلعي، ما حدا دخله فينا. يلا روح التهي بطلابك. خلصوا لا وسط حلقك العمى. شو قليل ترباية العمى بقلبك، ما فيك اخلاق. يلا انقلع من خلقتي، وانت كمان ولا. استغفر الله العظيم. يا ربي ليش هيك عم بيصير فيني؟ شو عاملة لربي ليبليني بهيك ولاد؟ لا تزعلي، طولي بالك، هاي أزمة ولازم نتجاوزها. لساته صغير ما بيعرف شو مصلحته. هالولاد ما رح يطلع منهم خير. الصغير كتير مؤدب وهادي. بس سعيد ليش هيك عم يتصرف؟ هذا الولد طالع لأبوه، وأنا متأكدة أنه رح يصير مثل أبوه، خادم عندهم بالتنظيم. معقول يكون أبوهن للولاد؟ أنا رايح أشوف. هالزلمة من التنظيم. ست أمينة، أنا ما بحب التقى مع هيك ناس أبداً. طيب ماشي، رح طالعك من الباب التاني. يلا تفضل. أنت ابنه لفكرات؟ ايه ابنه. وين أمك؟ فوت لجوا. فكرت مانو هون، شو بدك؟ بعرف ما رح يجي أبداً. العمر إلك يا أختي. فكرت ردت علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاف شي بهالدنيا. الله يصبره. الله يقوي يا أول عمره. الله يرحمه. يا ريتني أنا وأمي على قلبي. الله يرحمه. راحت أول عمري على أرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. قديش كان محبوب. الله يرحمه. حرق الدنيا قلبي. يا حرام، ما شاف شي من الدنيا. يا ريتني أنا، يا ريتني أنا، يا ريتني أنا، يا ريتني أنا، ولا أنت ولا أنت يا حبيبي. الله يصبره ويعينه. خالة أنت أمه لمجد؟ إيه أنا أمه. خالة الله يعين مرته وولاده. الله يرحمه. بتعرفي أنا كنت جنبه لمجد وقت اللي كان عم ينازع. طولي بالك، أنا بعرف إنه صعب عليك كتير، بس أنا وعدته لمجد، قلت له رح لاقي أمك وخبرها بكل شيء قلت لي إياه بالتفصيل. يا تقبري قلبي، أنتي اللي اهتميتي بمجد مو هيك؟ بهالإيدين الحلوة مسكتي، يعني هي ريحته لمجد مو هيك يا بنتي؟ يلا حكيلي، بدي أعرف شو قال لك بالتفصيل. هو قال لي خلي أمي تسامحني وترضى علي، لأنه هو ما كان مرضي معك وعذبك كتير.
الله يسامحك يا ابني دنيا واخره. يعني في ام بالعالم بتغضب على ابنها يا بنتي؟ كرمال البيت هاد وكرمال لقمه الخبز رحت وتركتني. كرمال المصاري متت يا قلبي. يلعن ابو المصاري وساعتها. مشان هالكم ليره راح هدول يلي بقيانين من ريحه الغالي تركتني مشانهم يا امي. هلا هدول شو بدهم ينفعوني؟ لك يلعن ابو الشغل وابو المصاري. اه يا ابني ما شاف ولا يوم حلو. يا حسره ما تهنى بحياته. نرمي نرمين أنا خديجة أختك. شو ما عرفتيني؟ شو بدك؟ شو صاير بحالتك؟ ليش البارودة بإيدك لتكوني صرتي معهم؟ التهي بحالك، ما دخلك فيني. ماشي خلينا نروح. يعني ما انك شايفهم كيف عم يتفتلوا؟ شايفهم بس يعني ما فينا نستنى اكتر. روح جهز الحصان. طيب مدري وين رويدة، ما لمبيني. لا تكون قاعدة عند الأسرة. مو هني، بس سألت الشباب عن أمه لمجد ويمكن هي عندها. لك شلون بتروح لحالها؟ أنا برجية. رأى الفتح على روحك. الولد عم يموت يا زيدان. رجع الولد. امشي يلا، عمل لك رجعوا يلا. ولا واخيرا التقينا، رجع الولد يلا لشوف. بدك تلحق امك. شاهد على روحك ولا شاهد على روحك، عم اقول لك. شو عم تساوي انت وياه؟ هالدكتور خاين يا اغا. مو صحيح هذا الشيء، كذب. ليك ما بيفيدك الحكي. استنى شوي، شلون خاين؟ رح اقول لك الحقيقه. انقذت حياته وقت كان عم يموت بالمعركه، بس قبل ما انقذه انا اشترطت عليه شرط، ويلي هو انه ما يقرب على الضيعه والمدرسه، وبالمقابل انا عالجته. هذا كل شيء، بس مدري مين نقل الخبر وخلى العالم كله تعرف، وصار يقولوا الناس انه زيدان اهان التنظيم. هي هي كل الحكاية، مشان هيك هو بده يقتلني يا أغا. مظبوط يا اللي سمعته؟ اسمعوا لا طارق، أنا ما حدا بتحداني. هلأ الدكتور ضيفي، تعال أقلك. خلاص كل شي بينحل. شبك؟ إذا كل هالشي صار بيناتكم بتكون عن جد أهنت التنظيم يا زيدان. بس هذا دكتور عم يكذب. في شي بعرفه، يلي هو انك ما تأذي الدكتور طارق ابدا لحتى يعالج لي ابني. نرمين وقفي شوي. لا تنادي لي نرمين، انا اسمي رويدة. بلالك هالشغله. شوفي امك اكله همك كتير، بترجاك رجعي معي على البيت. قيمي ايدك، روحي رجعي لحالك. بوسي ايدك رجعي معي على البيت، لا تخلينا نخسرك. انتي لا تتدخلي بهالشي، حياتي وأنا حرة فيها. استني على القليلة، روحي اطمني على أمك. خلص طلعي من حياتي، انسي إنه عندك أخت. حاجتك بكي وتركيني، حسن ما تتأذوا بسببي. نرمين ايه بعدي عني بقى. ولك شو عملوا فيكي يا ربي؟ ليش هيك عم يصير؟ لازم خبر أمي. قال رح يرجع الضيعة فوراً بعد ما يعالج ابن الآغا. منيح يلي طمنتينا، الله يطمنك. والله كنت أكلاني همه للدكتور طارق. يعني لو ما أجيتي هلأ وطمنتينا كنت بدي أحمل حالي وروح دور عليه. لا تاكل هم يا شيخنا، الدكتور صحته منيحة. ما قلتي لي أنت شو إليك شغل بهالضيعة؟
يعني شو بده يكون إلي شغل؟ رحت لأطمن على خديجة وهنيك دريت بالقصة. الدكتور رح يزعل كتير بس يرجع عالضيعة. خير شو صاير؟ في ضابط إجا من المخفر وقال إنه بده إياه بشغلة كتير ضرورية. يعني معقول يكون في خبر من أمه للدكتور؟ إيه ظاهر فيه. إن شاء الله ما يكون الخبر سيء ويزعجه. زكو. نعم يا آغا. الولد رح يكون بأمانتك، ها؟ دير بالك عليه. بحطه بعيوني يا آغا، وبإذن الله الدكتور طارق رح يعالجه ويرجع أحسن من الأول. مع السلامة. يلا دكتور خلينا نروح. يلا. شو عم يعمل الدكتور هون؟ بدك تصبر لحتى يطيب ابني يزن، ما رح تخسر شيء ابدا. رويدة، وين كنتي؟ كنت عند امه لمجد. بلا اذني ما بتتحركي بنوب، انت هون ما فيك تساوي اللي بدك اياه. رح تتعاقبي لانك ما نفذت التعليمات. روحي خليكي عم تحرسي الأسرة. يلا لشوف. يلا بأمرك معلم. بسرعة. هلا هي هي الطريقة اللي بدك تعاقبها فيها؟ هاي عقوبتها انه لازم ترصلها شوي، ما بدنا نقس عليها أكتر. بس هيك انت بتكون عم تميعها. انت لا تتدخلي. كان مبين انه رح يصير هيك. لا تزعلي، جوزك انقتل كرمالنا، وهلا هو واحد بطل ضحى بروحه وهو عم يدافع عن التنظيم. قبل ما انسى، ترك شي زوجك عندك شي امانه للتنظيم؟ لا ابدا، ما عندي فكره. حاولي تتذكري شي شنتايه اخذها عن طريق التنظيم، انت دوري عليها. لا ابدا، بحياتي ما شفتهم فوت شنتاي على البيت. لا تزعلوا يا شباب، من هلا ورايح ما في عنا اب، مين بده يهتم فينا؟ لا تاكلوا هم، انت من هلا ورايح برعايه التنظيم. قدي صار عمرك؟ 15. وانت؟ 14. ابوكم مات بطل، كتير زعلنا عليه، بس بوجودكم ما رح يفضى محله، واذا بدكم شي قولوا لي. لانه انا والتنظيم رح نكون تحت امركم دائما. يلا. يا ربي تساعدنا. أنا شلون بدي دير بالي على هالولاد يا ربي؟ لا تزعلي، التنظيم راح يساعدنا. ايه وشو صار بعدها؟ يلي صار انه شقتها وكبتها بوشه، اكيد ما راح تقول له شكرا. صحيح اللي عم احكي راجي؟ لك شباك ما تحكي. ايه انا بعمري ما عاد احكي مع حنان، وهي كمان جرحتني. لا تاكل هم ابدا، ما في غير حنان بالضيعة. ليش انا فيني انساها؟ انت شو فهمك؟ الحب صعب. بدك نصيحتي، ضل عم تحاول ولا تقطع الامل، لانه مبين انه حنان طابسة فيك كتير. صحيح انا حكي قلبك كمان، هي والله هي كمان بتحبها. هي بتحبها. اسمع مشان تصدق، الكل رايهم هيك، مالك سمعان حكيون؟ انتوا عن جد عم تحكوا؟ قول تكون عم تمزح. والله بتحبها. ما قلت لك هالحكي، ليش شو مفكر؟ يعني انت ما عندك ثقة بحالك تحبها يا عبدو؟ لك أن شو؟ حنان بتحبك وبتموت فيك، يعني ما لازم تيأس بسرعة، بس اوعك تتصرف غلط لأنك تنزع كل شيء. شلون يعني غلط؟ ما
بالله انك تعطيها وش وانتبه تدلق حالك عليها ولا بقى تكتب لها رسائل، يعني لازم انت تزبلها للبنت. وبعد ما يزبلها؟ ايه والله. وبعدين من هلا ورايح ضربها صحبه مع ابوها وحاول انك تتقرب منه، وبعدين بتروح وبتطلب البنت، ومتى ما وافق ابوها يعطيك اياها اعتبرها لحنان صارت عندك. والله انت ساوي اللي عم لك عليه وما بتندم. والله الحق الله عليك. الله يخليني اياك ودي ما تورث يا ابو. يلا الله معك، روح وورجيني شو ظهرنا. يعني ليش عم بتمسخر على المسكين؟ مو حرام عليك؟ بالله انت عيرنا سكوتك، لا تعمل لي اياها قصه، يعني شو فيها اذا تسلينا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يا اهلين وسهلين، والله نورت البيت. اهلين فيك. الله يرضى عليك. صرنا زمان عم نستناك، قل لي شو الاخبار؟ انت شو سويت؟ ها؟ لقيت المختار اللي حكى عنه الاغا؟ لقيته يا عمي لقيته، طلع الزلمه ميت. لا تقولها. يعني هلا شو بدنا نساوي؟ نحن ما رح نقدر نلاقيه لحسان، مين بيعرف وين اراضي؟ المختار عنده ولد وبيعرفه للنقيب مصطفى. اي وشو حكى لك؟ قال وقتها كان كتير صغير وما بيتذكروا للنقيب مصطفى. يعني ليش عم تقلي كل هالحكي الفاضي؟ اي ما بدي تعصب. ابن المختار دلني على استاذ ساكن بضيعة تانية، قال الاستاذ بيعرفه منيح لابن الدكتور، وهلا نحن لازم نلاقيه. طيب وانت شو عم تستنى؟ يلا روح دور عليه. ماشي بتأمر. لك صدقني ما رح تستفاد من كل هالشي، لا تعذب حالك. حسام ما رح يلتقى. حاجتك بقى جنان؟ ما رح وقف، لازم لاقيه. ما بكون حميد إذا ما بجيب حسان لعندي، وراح تشوف. ديالا حطي له السيروم فورا. حاضر. منيح اللي لحقنا نعالجه. هذا بفضلك يا دكتور، يعني لو ما انت ركبت راسك وعرضت حياتك للخطر ما كان يزن هون. الله يرضى عليك ويخلينا اياك فوق راسنا. لو كنت انت بالمدينه كنت كسبت مصاري كتير، مو هيك؟ هالشي مو صحيح ابدا، بس الواحد ما في يكسب دعوات وين ما كان. والله انت معدنك ذهب يا دكتور وما في مثلك. خلينا بالمهم، لازم نلاقي لك محل تضل فيه. لا تاكل همي، انا بدبر حالي. هون في عندي قرايبين كتير، بس انا رايح اربط الخيول وراح ارجع مشان اطمن على الولد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلين. ديالا؟ ايه؟ اعطي هذا اللقاح بالله، رح روح شوي. ليش انت لوين بدك تروح؟ على المدرسة، بدي اشوف زينب. طب انت ليش مستعجل؟ مو لازم ترتاح شوي مشان صحتك؟ معلش مو مشكلة، لازم شوفها بالاول. أهلين عم إبراهيم، شو أخبارك؟ أهلين، في مجال ناخد من وقتك دقيقة؟ في موضوع كتير ضروري. في مجال بعدين؟ أنا مضطر روح هلأ. كله دقيقة وبعدين روح، يعني الموضوع بيتعلق برابعة خانم يا دكتور. أمي صاير لشي؟ لا تقلق، خير إن شاء الله، بس رئيس المغفر إجا لعندك وما لقى، راح لعند المختار وسأل عليك. ترك لك عندي هالهوية. ليكون أمي ماتت. لا تحكي هيك يا ابني، على القليل فهم شو القصة. الشرطة لقيت مغارة تابعة للإرهابيين، وهاي الهوية كانت مع الأغراض اللي لقوها. بس قالوا الضابط رابعة خانهم لساتها عايشة ورح يعملوا جهدهم يلاقوها، وقال إنه الدكتور لا يشغل باله. الموضوع زعجه كتير. يعني معقول ما ينزعج يا خانم؟ هي أمه. ايه والله عم تحكي صح، يمكن ما تلتقى، وقتها بتكون الطامة الكبيرة. ليش عم تفاول؟ يمكن ماتت من زمان.
ليش عم تبكي؟ تفائل بالخير. يعني لو صاير لشي كنا درينا بسرعة. ليش تتفكر بشي مو صاير يا ابني؟ اشتقت كتير لأمي. بالغياب عرفت شو معنى إنه الواحد يفقد أمه. أنا متأكدة إنه رح يلاقوها. صدقني ما في داعي تبكي. شلون ما أبكي؟ أنت بتعرفي شو معنى الواحد يفقد أمه؟ هي اللي جابتني على هالدنيا وربتني. يا الله إذا بيصير لها شيء. لا تبكي يا ابني، أنا موجودة، اعتبرني أنا بمقام أمك. بعتذر منك، فجأة انهارت أعصابي. خالتي سناء أنا صار لازم روح. خالتي؟ شو هاي خالتي؟ أنا أمك يا ابني. فيني اتحمل هالوضع، لازم يعرف، ولازم يعرف انه اسمه الحقيقي حسان. ما عاد فيني اتحمل كل هالعذاب، لازم يعرف الحقيقة. وما زالت تستمر عمليات احراق السيارات، وبعد عمليات هكاري تم احراق 60 سيارة في منطقة اسطنبول، وصرح بهذا الشأن السيد وزير الداخلية. نعمة. حلال عليهم جماعتنا، زرعوا الخوف بقلوب العالم، هيك بيصيروا بيحسبون الحساب. فهمت عليك، بس قلي شو رح يطلع من حرق السيارات؟ يعني شو بده يطلع؟ كل السيارات اللي عم نحرقها واقفة بين البيوت، هيك تعتبر الدولة مسؤولة. يعني نحن منكمل شغلنا وما دخلنا بحدا ما؟ ايه رح نكمل. ما بعرف ليش العشائر ما عم توقف معنا، ما في غير هالكم عشيرة اللي عم يساندونا. ما قلت لي شو صار معك؟ مو على اساس اجتمعت معهم؟ لك شبك صفنت عم بسألك شو صار بالاجتماع؟ والله انه الشيخ ابراهيم راكب راسه وما بعتقد يوافقوا، بدهم يساووا مثل ضيعة غزلجة. ايه واذا عارض الشيخ ضيعة صارصو ما رح توقف معنا، واذا هنن ما وقفوا معنا كل العشائر ما رح ترد. ايه والله معك حق يا زيدان. لا مش واطين، انا ما قربت لهم على المدرسه، قلت مشان ما يحطوا حجه ضدنا. بس يلي بعرفه دكتور يلي عمل هالاتفاق معك. لك اتفاق شو؟ الدكتور عم يكذب. يعني طالما هن ضد تنظيمنا بدي ورجيهم، بدي هد المدرسه فوق روسهم.